اعتبر مصرف سوريا المركزي أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير ويساعد في حالة استقراره على تنشيط النمو الاقتصادي، وذلك عند توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى من خلال زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية بعيدا عن الكثافة العمالية. تستكمل هيئة الاستثمار سلسلة إجراءات لإطلاق منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة تربط بين جميع الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال مع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار، وذلك من خلال ما يسمى بوابة الموافقات الإلكترونية لمركز الخدمات. وتتيح البوابة عرض الموافقات والطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها من دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة. أعلنت السعودية بدء عضويتها رسميا في مجموعة بريكس بشكل كامل، وقال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في قمة جوهانسبورغ إن السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول بريكس، كما أكد على أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف والحرص على ممارسة مسؤوليات بلاده لاستدامة التعاون الدولي. تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية 34 تريليون دولار بحسب ما أوضحت البيانات الموجودة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية. وأكدت الخزانة أن الدين الذي يتم احتسابه ضمن سقف الدين الفيدرالي ارتفع أيضا إلى 33.89 تريليون دولار يوم الجمعة من 33.794 تريليون دولار يوم الخميس. ويأتي هذا قبل حلول 19 من كانون الثاني الذي يتطلب موافقة مجلس النواب على موازنة الإنفاق المقترحة قبل ذلك التاريخ لتجنب الإغلاق الحكومي. زعمت مديرة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط ناعم رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وأضافت أن الفيدرالي استطاع تحقيق الهدف المطلوب وخفض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود، في حين حذرت من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك قد يضحي بما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.